اهلا وسهلا ابو تبعيوه ابو شهيدي زاد اللي تعبير مباشر للدار البيضاء هو مش الجديد عناصر الامن تنجح في القبض على المتورطين في الشاهد على هشام متورط في صفيه هشام لله وانا اليه راجعون. الله يصبر العائله ديالو مره اخرى امين. مرتضى الرفيس مرحبا بك معنا على جرد تعبير. السلام عليكم. شكرا اخي الكريم، شكرا لجريده عبر على هذا الموضوع هذا والمتابعه لهذا الموضوع هذا، لاننا كنا كمغاربه وبكل روح يعني وطنيه تبعنا هذه القضيه والاطوار ديال هذه الجريمه اللي غريبه علينا كمغاربه صراحه. وما سبق قلنا بانه عمل ارهابي، لان الطريقه باش ترتكبت هذه الجريمه هذه يعني ما ماشي طريقه عاديه، او ممكن اننا نقولوا تجار تصفيه لتجار المخدرات ولا العصابات ولا هذا الشيء فات كل شيء. يعني باش انسان يعني تخطفه وتقوم بالقتل ديالو بالتعذيب ديالو وتبتر منه بعض الاجزاء من الجسم ديالو وتحرقه وتعاود تحرق السياره ديالو، فهنا كلنا تاكدنا بان هذه الجريمه جريمه منظمه وما يمكنش انه يرتكبها وناس عاديين. فالحمد لله انه تم فك خيوط هذه الجريمه اخيرا، واكيد هذا الشيء كيف كيرجع الفضل ديالو للحنكه والتجربه الكبيره اللي تكلمنا عليها في فيديوهات سابقه ديال رجال الامن. وكذلك اكدنا على ان هذا السيد هذا مرضي الوالدين، واكيد مهما بلغ الذكاء ديال المجرمين هذو فكان غادي يتم القبض الالقاء القبض عليهم، يعني كيف ما قلنا ردات الوالدين ديالو هذا السيد. تيقولوا في البلاغ بان جوج من منطقه الرحمن بن الحسني وواحد من فاس من سيدي حراسي. هاد المجرمين هادو كيفاش تربط العلاقه ديال هاد جوج اشخاص بهاد الشخص ديال فاس؟ كيفاش الحنكه ديال رجال الامن باش توصلوا ليهم؟ يعني اكيد ما خفيه كان اعظم هاد الشيء، ماشي غريب على المغاربه. تماما. فكيف ما سبقت وقلت فالتجربه الكبيره والصيت العالي يعني المخابرات المغربيه والامن المغربي، فكنا على يقين بانه غادي يتم توصل للفاعلين الحقيقيين، خاصه وان الجريمه يعني وصلت للدرجه ديال البشاعه ديالها الى ما لم يسبق اليه في المغرب. فيعني انسى واحد من فاس، جوج من منطقه الرحمه، فالحمد لله. اللي مهم عندنا هو انه تم فك خيوط هذه الجريمه هذه. والجديد ديالنا خويا رشيد تيقول بان قتل ما يمكنش. واش هذا هو الارهاب؟ لا يمكن. واش هي تكون الحياه وتقتل خوك المسلم هذا باش زعما رشيد دير الدعوه تقصر الدعوه ولا ما فهمتش؟ لا يمكن. هاد الناس هادو كيتحملوا المسؤوليه ديال هذه الجريمه ديالهم، هذا الشيء بعيد كل البعد على الدين الاسلامي اللي كنعرفوا مزيان بانه كدين التسامح، كنعرفوا بان الرسول عليه الصلاه والسلام كان الجار ديالو يهودي، ومع ذلك كان كيتعامل معاه مزيان. ما يمكنش اننا يعني نقولوا بان هاد الناس هادو مسلمين او متشددين او صعيب بزاف، صعيب، لان الاسلام ما جاش ابدا نهائيا بحال ما هكا، هو دين وسطيه. اش غنقولوا للناس سمحهم الله صاحب القنوات اللي بقاو تيشروا بعض الاخبار الزائفه واللي تترجع بالضرار على العائله ديال هشام الله يرحمه، تشد مع العشيقه ديالو الخليله ديال الريفي ديال البزنازه هادي. ها هو اليوم دابا الحقيقه بانت وبان بان هادو ارهابيين اللي قتلوا هادي. دابا هذيك السيده اللي مسمحه هذيك العائله اللي مسمحوش لهاد الناس صراحه اش غيقولوا الله. تماما. ف للاسف الشديد للاسف الشديد مجموعه من اليوتيوبرز المغاربه ولاو كياخذوا من القضايا الوطنيه داخل وخارج ارض الوطن يعني وسيله للاسترزاق، وهذا الشيء راه خطير جدا. كنتمنوا ان هاد الناس هادو يعني يحركوا واحد شويه ديال يبداو يتفاعلوا مع القضايا بالمشاعر ديالهم، ويراعيوا ان هاد السيد هذا مثلا او اناس اخرين اللي كترتكب حقهم مثل هاد الجرائم انهم يعني اناس عندهم عائلات، عندهم والدين، عندهم اخوات، عندهم خوتهم كيتصنتوا لهاد الشيء. فهاد الشيء راه غير لائق نهائيا، لانهم شوشوا حتى على يعني القضيه والاطوار ديالها، لان كل ما كانوا كيروجوه بعيد كل بعد على ما توصلت اليه توصلوا اليه رجال الامن. حاليا حنا دابا باقي تشوفوا الاشاعات تخرج تشد ابو قزقز ابو صعصع ابو مصعب ابو قنقع،
الناس هادو ما تيحشموش تماما. فهاد الاسماء واش عندها يعني علاقه بهاد الفاعلين الحقيقيين او لا؟ ما كاينش اللي عارف للاسف الشديد. حتى من العناوين للاسف الشديد فيها اساءه كبيره. ملي كنشوفوا مثلا اللقب ديال ابو قعقع، ابو صعصع، ابو زعزع، هاد الناس هادو كيحاولوا انهم يروجوا المنتوج ديالهم ويروجوا الفيديوهات ديالهم بجميع الاشكال وبانتهاك كل شيء، انتهاك كل حرمه يعني العائله ديال هاد السيد هذا هشام كذلك، يعني دخلوا في قضيه اللي بعيده عليهم ووصلوا بزاف ديال المعلومات المغلوطه بانه الحمد لله تم القاء القبض على الريفي هو الابن ديالو كيقول بانه يعني بزاف ديال الهضره، ولكن الان تبينات الحقيقه بان الفاعلين هم يعني اناس كان الهدف ديالهم هو الاستيلاء على المسدس وان العمليه كانت عمليه ارهابيه. بعد التحقيقات وبعد الحقيقه اللي ظهرت اليوم والبلاغ ديال المديريه العامه قدروا نقولوا هشام شهيد الواجب الوطني. اكيد اكيد باننا غادي نقولوا بانه الشهيد الواجب الوطني. رجل الامن دائما وابدا ملي كترتكب في حقه يعني في حاله الجريمه هذه هو في العمل ديالو او مغادر العمل ديالو فهو شهيد للواجب الوطني. هذا السيد هذا ترفع له القبعه حيا وميتا. والحمد لله اننا كنشوفوا واحد التفاعل كبير من طرف كل مغاربه داخل وخارج ارض الوطن مع رجال الامن، واكيد هذا الشيء كيبين لنا بان المواطن المغربي في الداخل وفي الخارج كيعرف بقيمه رجل الامن. فالله يرحم هذا السيد هذا والله يجازي بخير كل من ساهم وساعد في إلقاء القبض على الفاعلين الحقيقيين. بسبب الوفاة ديالو غتشد العصابة ديال هاد المتطرفين أو هاد الإرهابيين. صراحة الترقية اللي عطاها السي الحبوشي لهشام كانت في محلها، كان يستحقها. مجموعة من المبادرات ماشي غير الترقية، يعني صراحة مدير الأمن تفاعل بزاف مع رجال الأمن، تفاعل مع الأرامل اللي وفر لهم يعني أنهم يمشيوا للحج. فصراحة مجموعة من المبادرات دار هذا الإنسان كتبين على أنه يعني القلب ديالو على رجل الأمن. النقطة كنبغيو نركزوا عليها هو انه بالموت ديال هشام يعني طاحوا بزاف ديال الشبكات، ماشي فقط هاد الخلية الإرهابية، ولكن كذلك طاحوا مجموعة من العصابات ديال المخدرات. فالبحث يعني كان بحث كبير بزاف وطال واحد العدد من المجرمين. خويا مولتر رفيس، شنو هي رسالتك لليوتيوبرز باش يحاولوا يحشموا ويتراجعوا على داكشي اللي يديروا لأن الحقيقة بانت ويرجعوا الاعتبار لديك العائلة؟ النصيحة اللي غادي نوجهها لليوتيوبرز هو أنهم دائما يحطوا رؤوسهم في أي موقف في مكان الآخر. ملي كنبغي نتكلم على شي حد أو كنبغي يعني نتعامل مع شي حد فضروري أنني نحط راسي في الموقف ديالو، موقف العائلة ديالو. واش هذا الكلام واش هذه المعلومات اللي غادي أنا نروجها من أجل أنني نسترزق من خلال القضية ديالو واش غادي تجرح العائلة ديالو أو لا؟ نتمناو صادقين أننا نغلبوا يعني الوطنية ديالنا ونغلبوا كذلك الشخصية الإنسانية ديالنا على الرصيد وعلى يعني المداخيل ديال اليوتيوب. شكرا جزيلا. شكرا سي رشيد.